مساكم وحدة، مساكم كلنا يد وحدة، مساكم تكاتف والتزام يدفعنا بإذن الله للتقدم للأمام. مساكم مجتمع واعي مطبق لمبدأ التباعد الاجتماعي. مساكم خير ومساك الله بالخير يا لولو. كأنك قمت تشعر فواز، صرنا شعراء مع مع الكورونا. أكيد مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير فواز، مساكم الله بالخير مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج مجتمع واعي. كلنا أكيد فخر واعتزاز بانتمائنا حق هذا الوطن اللي اهتم بالجميع من المواطنين والمقيمين من دون أي استثناء، واللي اهتم أيضا بتنظيم رحلات إجلاء لعودة المواطنين لبلادهم. بالفعل يا للوصدقتي، المملكة عين على أبنائها في الداخل وعين على أبنائها في الخارج، طبعا هذه عبر سفارات البحرين وقنصلياتها في معظم دول العالم. فمن ظهور هذا التحدي الصحي وقبل تحوله حتى إلى جائحة، اتخذت البحرين العديد من الإجراءات، وسفارات البحرين ما ألت جهدا أبدا في متابعة المواطنين سواء من كان في الخارج للسياحة أو الدراسة أو العلاج أو حتى للأعمال، فبدأت بالتواصل معهم فردا فردا، ووفرت السكن والفحوصات الطبية وكل ما يلزم لراحة المواطن. صحيح يا فواز، عين في الداخل وعين في الخارج، حيث سعت البحرين إلى تسهيل عملية إجلاء رعاياها من مختلف دول العالم رغم تعليق جميع الرحلات الجوية، وذلك لحرص المملكة على سلامة عيالها. صدقت يا لولو، بالفعل البحرين عملت كل ما يمكن من أجل الحفاظ على صحة مواطنيها وين ما كانوا. خلكم معنا مشاهدين، عندنا العديد من الفقرات راح نتناولها في حلقة اليوم، لكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله من جديد، ونبدأ معاكم مشاهدينا بجولة لأهم الأخبار لهذا اليوم، حيث عقد الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا في مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية بالمستشفى العسكري لعرض مستجدات الفيروس ومختلف الأمور ذات العلاقة. وخلال المؤتمر الصحفي أكدت الدكتورة شيخة رنا بنت عيسى آل خليفة وكيل وزارة الخارجية عن إجلاء أكثر من 3800 مواطن بحريني من مختلف الدول حتى الآن. وأكد الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة أن الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل والعلاج يبلغ 2473، يبلغ الأشغال منها 1506 أسرة فقط، وفي مراكز القطاع الخاص 136، والإشغال الحالي 50 فقط. ومن جهته قال السيد أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن نسبة العمالة القانونية من الحالات القائمة تبلغ 89%. وخلال المؤتمر الصحفي أيضا أشار المقدم طبيب مناف القحطاني عضو الفريق الوطني إلى أن نتائج المملكة في مؤشر تسجيل الحالات تأكد أن البحرين تتجه نحو تسطيح منحنى الفيروس. ومن جانبها شددت الدكتورة جميلة سلمان عضو الفريق الوطني على ضرورة مواصلة الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا والاستمرار في ضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.
من جانب آخر، استضاف سعادة السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، استضاف معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك خلال اجتماع عبر الاتصال الإلكتروني المرئي في إطار ترأس مملكة البحرين لمجموعة آسيا والمحيط الهادي في منظمة الأمم المتحدة لشهر أبريل. ورحب المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بسيد أنطونيو مشيدا بالجهود الاستثنائية التي تقوم بها الأمم المتحدة لمكافحة جائحة فيروس كورونا واللي تتطلب تعاون دوليا غير مسبوق. وأشار أيضا سعادة السفير إلى خطة الأمين العام لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المدمرة المحتملة لفيروس كورونا وإطلاق التعاون العالمي للتعجيل بالتنمية والتركيز على أن الحفاظ على حقوق الإنسان يكمن في صلب الاستجابة لكوفيد 19، ما من شأنه تعزيز مكافحة هذا الوباء ومعالجة الآثار الناجمة عنه. نعم، وبمشاركة مجموعة من سفراء مملكة البحرين في مختلف دول العالم، أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية عن استعداده لإطلاق النسخة الرابعة من برنامج سفراء الوطن بالتعاون مع أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، تعزيزاً لمبدأ الشراكة المؤسسية في تنفيذ برامجه وفعالياته. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع أسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف الدكتورة شيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، المدير التنفيذي لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية. ومساك الله بالخير دكتورة، ومبارك عليك الشهر. مساكم الله بالخير وبالنور، ومبارك عليكم الشهر. وفي البداية أحب أشكركم على هذه الاستضافة وأشكر جهودكم وجميع القائمين على البرنامج. نعم شيخة، ما هي أهمية البرامج المتعلقة بالدبلوماسية البحرينية؟ أختي، والله لا شك بأن الدبلوماسية قائمة على أجزاء مختلفة، منها الجزء النظري والإعداد الأكاديمي، ولكن الجزء الأكبر وممكن هو يكون الأهم هو قائم على الممارسة. فلذلك احنا نشوف أن طرح برامج حول الدبلوماسية البحرينية عبر شخصيات دبلوماسية تمارس هذا العمل يومياً مهم لإيصال الرسالة الحقيقية والمعنى وراء العمل الدبلوماسي. ففي هذا السياق يتم يوم غد بدء برنامج لسفراء الوطن، وهو مبادرة أطلقها معهد البحرين للتنمية السياسية. تقوم فكرته على تمكين الطلبة البحرينيين في الخارج من أنهم يكونون من مواقعهم سفراء للبحرين. فالسفير هني يعني ليس بالضرورة أنه يحمل الصفة الدبلوماسية الرسمية، ولكن نحن نعتبر كل مواطن خارج مملكة البحرين هو سفير لوطنه. نعم، يعني بعد لو نتكلم أكثر عن أهمية البرامج المشتركة بين الأكاديمية ومعهد التنمية السياسية، خصوصا هذا البرنامج. والله احنا في هذا العام نعتز بأن تكون الأكاديمية شريك في النسخة الرابعة لهذا البرنامج، ومثل هذه البرامج هي نتاج لتعاون مؤسسي يخدم أهداف مشتركة. فالتعاون بيننا وبين معهد البحرين للتنمية السياسية يحقق عدد من المخرجات المهمة، خصوصا وأن أهداف البرنامج نفسه، برنامج سفراء الوطن، تتسق مع أهدافنا احنا في الأكاديمية، من ضمنها كيف نقرب مفهوم الدبلوماسية أو العمل الدبلوماسي لمختلف مكونات المجتمع خاصة الناشئين والشباب. واليوم الدبلوماسية تتعدى دورها النمطي كأداة لحل النزاعات أو لتقريب وجهات نظر بين دول، أو حتى ممكن في تحقيق السلام. فاليوم أصبحت الدبلوماسية أسلوب ذكي لإدارة أزمات، للتعامل مع مختلف الظروف والأحداث، للتفاوض والإقناع، ولبدء حوارات مع الآخر بغض النظر عن خلفيته الثقافية. فبكرة إن شاء الله يوم الغد يعني الساعة 9 مساء بنقوم بإطلاق البرنامج عبر برنامج زوم، وبنبتدي مع شخصية دبلوماسية وطنية مميزة، معالي السفير الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، ونتمنى للمشاركين الاستفادة من هذه الفرصة. ومعالي السفير يمتلك تجربة غنية وفي مجال الدبلوماسي وتمثيل مملكة البحرين في العديد من المحافل الدول. نعم، كل شكر لك الدكتورة شيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، المدير التنفيذي لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة لدراسات الدبلوماسية، شكرا جزيلا لكم على هذا الجهد. مشاهدينا، خلونا ننتقل معاكم إلى زميلي فواز اللي راح يستعرض لنا آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين لليوم. تفضل فواز. شكرا لؤلؤة، بالتأكيد راح نستعرض معاكم مشاهدي الكرام في هذا العرض آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الثلاثاء 28 من شهر أبريل 2020. بلغت الحالات القائمة 1493 حالة،
ووضع الحالات المستقرة ولله الحمد يبلغ 1491 حالة، فيما يبقى شخصين تحت العناية اللي نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب العالمين. أما المتعافون فيبلغون 1310 حالات، الوفيات 8 حالات، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. وقد أجرت مملكة البحرين أكثر من 121 ألف فحص، وهي النسبة التي تتفوق فيها البحرين على أكثر دول العالم تأثراً بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. يعني في المجمل حصيلة حالات اليوم الثلاثاء في مملكة البحرين رصد 88 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 72 حالة لعمالة وافدة و15 حالة لمخالطين، وأيضاً في المقابل تعافي 92 حالة. هذا طبعاً كل ما لدي، وعودة لشلولوة. كل شكر لك فواز، والله يحفظ البحرين وأهلها ويديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله. مشاهدينا ننتقل الآن إلى الزميلة مريم بوكمال وبرنامج أنت في البيت. مساك الله بالخير مريم. مساك الله بالنور والسرور فواز، يا أهلا مرحبا فيك وفي زميلتي لولو ولجميع من يتابع برنامج مجتمع واعهن. رحب فيكم جميعا في برنامج أنت في البيت. طبعا مشاهدينا في هذه الحلقة نهج ثابت وهوية أصيلة عنوانها الوطن والمواطن، تتجسد بأكثر من وسيلة: التفاني، الإخلاص والولاء، الفخر والاعتزاز. هذه هي الحصيلة. البحرين بأبنائها دائما قوية بإذن الله، متحدين بنتمكن من تخطي حاجز فيروس كورونا. واليوم بتحميلكم لتطبيق مجتمع واعي والالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي بإمكانك كسب 1000 دينار. فخلونا الحين معاكم نشوف من هو الفائز الثاني في برنامج أنت في البيت. إذن مشاهدينا نرحب فيكم من جديد في برنامج أنت في البيت، واللي ما تابع البرنامج وهذه أول مرة يشوفها فيها ممكن أنك تشارك من خلال تحميل تطبيق مجتمع واعي. سجل في هذا التطبيق، بياناتك راح تكون موجودة وتدخل تلقائيا للسحب اليومي. فكل يوم عندنا لسة جديدة وكل يوم في قائمة جديدة، وإن شاء الله فالكم الفوز، وباقي إن شاء الله إحنا مستمرين معاكم حتى آخر يوم من الشهر الفضيل. إذن الآن راح نشوف البيت الثاني اللي راح يفوز، هو البيت الرابع عندنا الحين في التليفون. طبعا لا تنسون نحن نسيب الارقام عشان نقدر نتصل لكم واتساب كول. نشوف البيت الرابع وان شاء الله يردون علينا ويثبتون ان هم في البيت ويحصلون الجائزه اللي هي 1000 دينار. طبعا احب اشكر كوبا كوفي على هالكوفي اللذيذ، احلى شيء عقب الفطور تشرب كوفي. مشكورين وما قصرتوا. ما يردون؟ هل تتوقعون ان هم طالعين من البيت من شيء ما يردون؟ هل تتوقعون ان لازم الحين اسكر واتصل في احد ثاني؟ يلا نروح للبيت الخامس.
يلا. طبعا احب اذكركم بان هذه المكالمه بتيكم واتساب كول في صوره لوجو البرنامج اللي هو انت في البيت، وما بتسمعون الا صوتي انا لما تشيلون التليفون، يعني ما حبي يتصل لكم قبلي وبيقول لكم اختاركم تلفزيون البحرين للمشاركه، لا انا. الو انا. السلام عليكم. عليكم السلام. اخوي معاك مريم ابو كمال من تلفزيون البحرين، برنامج انت في البيت. يا هلا مرحبا، حياكم الله. تعرفني باسمك؟ نبيل محمد، الله يحفظكم. يا هلا ومرحبا فيك اخوي. طبعا مثل ما قلت لك تم اختيارك في برنامج انت في البيت، عندك فرصه لكسب 1000 دينار اذا اثبت لي انك في البيت. اود اكد لك اثبات وجودك في البيت ما يعني الزامك بتصوير البيت او اقتحام لخصوصيتك. في حال رغبتك عدم التصوير ارجو منك تشغيل الكاميرا وتصوير رقم البيت وارسال اللوكيشن حالا. اذا انت في البيت؟ بس الاتصال مش واضح. انت في البيت حاليا اخوي نبيل؟ ما هذا؟ لقد انقطع الخط. خلنا اتصل في اخوي نبيل مره اخرى. عدانا اليوم الواي فاي عندي كذي كذي. الو الو، هو اكيد في البيت اسمع صوت ليهال. هلا اخوي تسمعني؟ اخوي نبيل تسمعني؟ الو مرحبا. انت عندك الارسال المبعد كنا تسمعني الحين؟ ليش ما تصلي واتساب؟ ليش؟ انا اسف اني متصله واتساب، بس لازم اتصلك واتساب عشان تصور لي رقم البيت. تفضل الله يبارك فيك. انت تعرف برنامج انت في البيت ولا لا؟ انا في البيت. نعم. اي انت الحين حاليا في برنامج انت في البيت اللي هو لازم تثبت لي انك في البيت عشان تحصل 1000 دينار. حياكم الله، تفضل الشيخه. الحين ابيك تفتح لي الفيديو وتراويني رقم البيت وتثبت ان انت موجود في البيت عشان تحصل ال1000 دينار، سمعتني الحين؟ اي بس الكاميرا ما اشتغل عندي والله. ما تشتغل عندك الكاميرا؟ اي والله. ليش؟ ما ادري، تعطلت متعطله معي والله. انزين تقدر تطرش لي صوره رقم البيت ويا لوكيشن؟ إيه؟ لايف لوكيشن. صوره البيت؟ صورة رقم البيت ولايف لوكيشن ان انت موجود في البيت. انا موجود الحين في البيت، نعم مع الاولاد. ايوه بس بقيت لايف لوكيشن ترسل لي انك انت موجود في البيت. طيب ان شاء الله ترسل لي الحين. طيب لحظة احاول أصور يعني؟ أيوة صور لي رقم البيت. أنت الحين متواجد مع الأهل في البيت؟ طيب لحظة. شكلك يا مرة. ها شلون أصور والمكالمة ماشي؟ خلي أحد يساعدك. سامع تتكلم. ها مرحبا شيخة. اهلين، هلا والله. مرحبا اختي. شلونك اخوي؟ تعرفني باسمك؟ الحمد لله حياك اخوي. انت احنا الحين في برنامج انت في البيت وانتم على الهواء مباشره في تلفزيون البحرين، مطلوب منكم تثبتون انكم متواجدين في البيت عشان تحصلون ال1000 دينار. اذا تقدر تثبت لي انك في البيت بتحصل ال1000 دينار، اذا ما تقدر تثبت ما بتحصل الألف. ما عليه إن شاء الله. الحين تفتح كاميرا الفيديو تصور لي رقم البيت. ما بيك تصور لي داخل البيت، رقم البيت. يلا. شنو هاي ريكونكتين؟ ريكونكتين. أنا عندي في الانستغرام كومنتات. أعتقد بأن
قاعد يتصل لي واتساب اوديو؟ لا فيديو نبي. خلينا نشوف. الو اهلين. الو ايوه مرحبا. تقدر تفتح الواتساب فيديو كول؟ والله لحظه ما الكاميرا والله كيفك. اكالا اتصلت لي؟ اي نعم بس ما اشتغل مع الكاميرا. اي ليش ما تشتغل الكاميرا؟ متعطله معي من وقت. انزين تقدر في شيء ثاني غير الكاميرا؟ نعم؟ في شيء ثاني في طريقه ثانيه؟ تقدر تطرش لي لايف لوكيشن. طيب لحظه تطرش لي لايف لوكيشن انت وين موجود الحين مع رقم البيت والجهات المختصه راح تتاكد من هذه البيانات. اذا صحيحه بتحصل 1000 دينار، اذا مش صحيحه ما راح. اوكي ارسل لي موقعك حاليا، يمكن لايف لوكيشن مو مفهومه. موقعك الحالي الحين ما ادري، الظاهر هو ما عنده حتى ارسال. نشوف. يلا شوفوا احنا الحين راح نختم هذه الفتره، بس انا بنتظر منه البيانات ومتاكد منها. اذا كانت البيانات صحيحه راح يفوز بالألف دينار، اذا ما كانت البيانات صحيحه وما اثبتنا انه في البيت راح تترحل الألف دينار الى فترات اخرى، ما راح تروح الألف دينار. تمام؟ اذا أنا ما أبي أطول عليكم وقت البرنامج بعد ما نبي ندخل من فيه أكثر مجتمع واعي. ألف تحية لكم، شكرا جزيلا. أرسل اللوكيشن، اللوكيشن موجود الحين، حصلت اللوكيشن بس باقي يبعث لي الصورة بنتأكد، وفي الفترة الجاية بقول لكم إذا فاز ويانا ولا لا. يلا نرجع لفواز ولولو. حياكم الله من جديد. من جديد جهود كبيرة تقوم فيها سفارات مملكة البحرين في الخارج، وخصوصا في هذه الظروف الصعبة واللي أثبتت فيها البحرين للعالم أجمع كيف تقوم الدولة بأكملها لحماية مواطنيها. أكيد الملفت في الموضوع أن البحرين في هذا الظرف الصعب كان لها دور كبير في مساعدة حتى دول ثانية على مكافحة هذا الفيروس، وأشارت مؤخرا وزارة الخارجية البريطانية بدور البحرين في إعارة 995 بريطاني من الهند إلى ديرته. بالفعل وموقف مشرف للمملكة، والفضل فيه لسفارة مملكة البحرين في لندن اللي أشرفت على هذه العملية من بدايتها وحصلت على إشادات كبيرة بهذا الشأن. أكيد للحديث عن هذا الدور، دور مملكة البحرين وسفارتنا تحديدا، سفارتنا في الخارج وتحديدا سفارتنا في بريطانيا، يسعدنا أن يكون معنا في الاستديو معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين في المملكة المتحدة. مساك الله بالخير، طال عمرك ومبارك عليك الشهر. علينا وعليك، مساك الله بالخير أخ فواز أخ لول والخت لولوة، شاكر لكم استضافتي، ولا شك أن أنا بين جماعتي وأهلي هني، وشاكر الأخ علي هذه الأخ علي رميحي الدعوة، وأنا تحت أمركم اللي تشوفونه. مشكور الشيخ على وجودك معنا، وأكيد للسفارات دور كبير، لو تكلمنا عن تحديدا دور سفارة البحرين في بريطانيا وخصوصا في هذه الأوضاع الصعبة. هو في البداية يمكن مع بداية يعني المرض واجتياح الدول الأوروبية ابتدت سفارة البحرين في مسارين، يمكن مسار داخلي داخل السفارة بالنسبة لعملنا، بالنسبة لموظفينا، بالنسبة للمتعاملين مع السفارة، فأخذنا إجراءات اللي تضمن سلامتهم وتضمن سير العمل إن كان في السفارة أو من البيت. أيضا ابتدينا في تسجيل المواطنين اللي في لندن. يمكن في بريطانيا تختلف عن كثير من الدول، عندنا في بريطانيا طلبة يقدر بعدد عددهم 1500 طالب، عندنا سواح، عندنا مرضى، عندنا عاملين في لندن، فعندنا مختلف يعني شرائح من المجتمع وفي مختلف المدن في بريطانيا، فبدينا نحصر عددهم وطلبنا منهم التسجيل في موقع السفارة على اساس نبتدي نخطط لعملية الإجلاع. نعم. جميل. ايضا معالي الشيخ في بعض البحرينيين كانوا متواجدين في دول اخرى قريبه من العاصمه البريطانيه لندن، كيف تعاملتوا معهم؟ لان سفاره البحرين تغطي ايرلندا
وهولندا واسبانيا والسويد، فعندنا مجموعة من البحرينيين اللي يمكن يدرسون أو يعملون في هذه الدول. فبعض الأحيان في البداية كانت الرحلات يعني متواجدة ومسيرة ومنتظمة، لكن مع إغلاق بعض الرحلات وبعض المطارات صارت التنقل يمكن بالنسبة لبعض المدن صعبة. ففي بعض الحالات في هولندا وإسبانيا يمكن بعد إغلاق المطارات صار فيها إشكالية في التنقل، والحمد لله وجدنا حل لهم ورجعوا البحرين. يعني دكتور نبيك قصدي معالي الشيخ، احنا بقينا يعني تنقلنا معاك إلى هذه الأحداث، يعني تقول نقلناهم ووفرنا لهم، يمكن الناس اللي قاعدين يشوفونا يقولون موضوع سهل، بس احنا اللي برع البحرين واللي موجود في مكان بعيد انك ترسل له يعني سيارة تجيبة وبعدين توفر له رحلة طيران، أكيد خذت منكم مشقة. أبيك تنقلنا معاك حق هذه الأحداث الداخلية. والله يعني الشكر موصول لطاقم السفارة اللي قدروا يترجمون توجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى في يعني أن احنا نسهل جميع إجراءات المواطنين في الخارج. فالجميع عمل كفريق واحد وقدروا انهم يعني يسهلون كل متطلبات البحرين في الخارج. ففي من في الدول الاوروبيه يمكن ما عنده فيزا لبريطانيا، ولكن الرحلات الى البحرين من بريطانيا، فيحتاج يوصل لندن، واذا بدون فيزا يمكن ما يدخل او ما يركب الطياره. فاخذنا اذن من وزاره الخارج البريطانيه لمجموعه من البحرينيين اللي قدرنا نجيبهم من بلدانهم وترانزيت في لندن الى البحرين. في بعض الطلبة وبعض الحالات خارج لندن وما كانوا يقدرون يوصلون له بسهولة، فوفرنا لهم المواصلات من مختلف المدن في بريطانيا. هذه ما كان بيصير لو ما كانت علاقتنا الدبلوماسية قوية مع بريطانيا. أكيد يعني العلاقة أولا علاقة تاريخية، علاقة استراتيجية، علاقة متميزة بين الحكومتين، ففي هناك قنوات مفتوحة و يعني الاجتماعات مستمرة معهم، فحصل لك صراحة كل دعم ومساندة. جميل جدا. الاتصال الهاتفي اللي تلقيته معاليكم من وزير الشرق الأوسط جيمس، ما هي الرسالة من اللي لكم كبعثة دبلوماسية الشيخ؟ أو في الحقيقة يعني جزء من التواصل مع وزارة الخارجية البريطانية اللي يمكن يعني احنا في السفارة يعني أسبوعيا في هناك اجتماعات مستمرة على مختلف المستويات. فالاتصال اولا كان يعبر عن شكر حكومه بريطانيا لحكومه مملكه البحرين على الجهد اللي قامت فيه في اجلاء رعايا بريطانيا. فمثل ما تعرف البريطاني في جميع انحاء العالم وعندهم عدد كبير في الهند، وكان بعد اغلاق المطار الهند صار في اشكاليه في رجوعهم الى بريطانيا. فالبحرين فتحت اجواءها وفتحت مطارها لطائرات بريتش ايرويز نزول البحرين، وسمحنا للطاقم الطيران بالإقامة في البحرين، ومن ثم يعني تستمر الرحلة إلى الهند، تأخذ رعاياها من هناك، تنزل تبدل الكرو ومن ثم ترجع. فكان في إجمالي 5 رحلات تم إجلاء تقريبا 1000 بريطاني في خلال هالخمس رحلات. جميل جدا. يعني طال عمرك بس أستأذنك نحن نطلع تقرير معالي الشيخ فواز بن محمد، أكيد راح نواصل معاكم هذا التقرير ونواصل حديثنا مع معالي الشيخ.
الحين عن حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام، وعودة إلى معالي الشيخ فواز بن سمو الشيخ محمد بن خليفة الخليفة سفير مملكة البحرين في المملكة المتحدة. هناك أيضا إشادة معالي الشيخ بجهود سفارة البحرين في بريطانيا من قبل عموم مجلس النواب في بريطانيا وأيضا عدد من الوجهاء والأعيان في المملكة المتحدة. شنو يعني لكم هذه الإشادة؟ والله في الحقيقة يعني بعض النواب البريطانيين اتصلوا فيني شخصيا واتصلوا في الإخوان في السفارة، وكان عندهم رغبة في إجلاء مجموعة من ناخبينهم من الهند. وأعتقد كان في واحد من النواب يعني نشر هذه التغريدة أنه سأل سفارة البحرين عن إمكانية مساعدتهم في إجلاء رعاياهم، وهذه كان يمكن في بداية الشهر. أعتقد كان رحمن ششتي. أي نعم. يعني أي نعم. تسعفني الذاكرة. أي نعم. فلوم تم الإجلاء يعني رد ذكر تغريدته ورد شكر يعني بالما قامت فيه مملكة البحرين، وهذه يعني ما أعتقد يعني غريبة على حكومة مملكة البحرين اللي هي يعني دائما يدها للخير وسباقة في هذا الشيء. بلا شك. أيضا جانب آخر من جوانب التعاون مع الوجهاء والطبقات اللي موجودة في العاصمة البريطانية لندن، هل كان في تعاون أيضا آخر غير معلن عنه في هذا الشأن من إيجابيات التعاون سفارة البحرين؟ والله هناك يعني في مجموعة من البحريني العاملين هناك، عندنا تقريبا 20 طبيب. 20 طبيب يعني يعمل ويعملون في الصفوف الأولى في المستشفيات البريطانية. مثل ما ذكرت عندنا 1500 طالب يعني في مختلف المدن، عندنا مجموعة من اللي يشتغلون في البنوك والمؤسسات المالية في العاصمة في لندن، فعندنا مجموعة كبيرة من المواطنين اللي يعني يمكن هذه الجائحة أتاحت لنا فرصة بعد أن احنا نتواصل معهم أكثر. جميل. نتعرف عليهم وقدرنا نوصلهم يعني حتى لو بشيء بسيط. أعطونا نموذج مشرف للعنصر والكادر البحريني بالتأكيد الشيخ، 20 متواجدين في الصفوف الأمامية. أكيد يعني أعتقد أن في مقابلات معهم يعني بعد شوي، ولكن فعلا نحن فخورين فيهم بالتأكيد. وبكل ما يقدمون إن كان هنا في مملكة البحرين أو في بريطانيا، فهم الخط الدفاع الأول وهم اللي في الواجهة. صحيح. ولهم الشكر والتحية على كل ما يقومون فيه. بالفعل مثل ما ذكرت طال عمرك، هذه بعض التحديات تعطينا منح، ومنها أن نصير أكثر قربا. صحيح. تصير أمور على المجال الدبلوماسي تكون إيجابية جدا. اليوم بعد فريق الإعداد زار السفير البريطاني لدى البحرين السيد رودي دارمون، اللي أعرب عن امتنانه لتعاون مملكة البحرين في تسهيل عودة مواطنين بريطانيين من الهند. خلنا نشوف شنو سوى فريق الإعداد. Well, we were very pleased to get the flexible cooperation that we did from the authorities here. We were able to bring nearly 1,300 British nationals on several flights through Bahrain and swap over crews and provide the facilities for the aircraft. Part of a huge effort we've had to bring back tens of thousands of British nationals from Asia and from other parts of the world where they've been stranded since the start of the crisis. So Bahrain's cooperation was exceptional, and we are very grateful for that. عودة لكم مجددا، نستكمل حديثنا مع معالي السفير. يعني معالي السفير، الحين يمكن الناس على بالهم ان في ان الموضوع سهل، هو اغلاق اجواء، ما في طيران ابدا يطير، عندنا اشخاص يتصلون فيكم ويتواصلون معاكم يبون يرجعون. اكيد في بعضهم كان خايف، بعضهم كان يحس باعراض مرض معينه. في ذي الوقت تحديدا اللي قبل يعني توفروا لهم الرحلات المناسبه انهم يرجعون، رحلات الاجلاء، شلون كنتوا تتعاملون معاهم؟ في الحقيقه يعني كانت التعامل مع خصوصا اللي كان يحس باعراض المرض كان معاملة جدا صعبة معهم، كون أن يعني في بريطانيا يمكن لا يوجد فيها التستينج مثل ما هو موجود في البحرين. نعم. فتتصل في رقم تبع الصحة البريطانية، كان يشتكون لنا الأغلبية المواطنين أن تأخذهم فترة طويلة،
فالبعض يقول أكثر من 5 ساعات انتظار لما يحصل على رد، والرد عادة ما يكون يعني مناسب له. نعم. فيتصل فينا يقول أوكي ما وفروا لي موعد للاختبار أو ما وفروا لي دواء. فكنا في بعض الأحيان إذا في شخص عنده وتبين عليه الأعراض نرسل له الاختبار اللي ممكن يأخذه عن طريق مستشفى خاص. نعم. وأيضا قدرنا نوفر لهم بعض الأدوية اللي يمكن في ذاك الوقت كان فيها في البداية كان في شح في بعض الأدوية نترى. في السوق صحيح. البريطاني بسبب تزاحم الناس على وتكدس الناس في المحلات التجارية، مما يعني صار في صعوبة في يعني الحصول على بعض الأدوية. يعني أذكر دول الملاريا الأنتي ملاريا وصل سعره 2000 جنيه في لندن وما تحصل بسهولة، سعر مبالغ فيه جدا. والبحرين معالي الشيخ كان ب3 دينار. لا فواز يعطينا فري فري مجانا يعني بالضبط. هني الواحد معالي الشيخ يعرف معنى الوطن. هني يحس انه هو حتى لو في الغربة وراء ظهر يسنده، وراء مكان يقدر يرتكز عليه. سفاراتنا مو مجرد سفارات تخلص ورق، سفاراتنا هي وطن في مكان آخر. يعني شوفي شلون احتضنتوهم ووفرتو لهم الأدوية رغم صعوبة تواجدها. أيضا حتى الرحلات الإجلاء اللي قمتوا بها كان عمل فعلا شاق وصعب بالنسبة لكم، ومع ذلك يعني قدرتوا أن تحتوون الموضوع كله وترجعون عيالنا بالسلامة. ومو بس المرضى، يعني حتى يمكن بذكرونا بعد شوي بعض الأطباء أن حتى بعض الأطباء اللي هم في الصفوف الأمامية ما كان يوفر لهم يعني الماسك أو الغفازات في المستشفيات نفسها، فبعض الدكاترة يعني يطلبوا من السفارة توفير لهم مع أنهم قاعدين يخدمون هناك وبعد ما وفروا لها. هذا يعني إحنا بعد ما وصل رسالة حق جماعتنا في الصفوف الأمامية، يعطيكم ألف عافية. يعني هذه بعد الفروقات جميلة وفي صالحنا. يعني ساعات الواحد يقول أنا ما أبي أقارن، بس أعتقد هذا التحدي جميل جداً نحن نقارن بالفعل. دور مملكة البحرين وفريق البحرين الوطني للتصدي لفيروس كورونا وبيننا وبين باقي الدول لنا الحق. والله يعني الجميع ليس فقط إحنا كبحرينيين، إنما اللي أسمع يعني في جميع الأوساط الدبلوماسية والسياسية في الخارج الجميع يشيد بفريق مملكة البحرين بقيادة سيدي صاحب سمو ولي العهد. ليه متابعة ودائماً نشوف خطواتنا قبل خطوتين قبل الجميع. بالضبط. فدائما نكون احنا سباقين في كثير من الامور، والحمد لله شفنا ان احنا في ناحيه التستينج تقريبا احنا رقم 1 في العالم بير كابيتا. اذا بنشوف احنا في التريسينج جدا مهم غير موجود في كثير من الدول المتقدمه. اليوم نعرف كل حاله من وين ورقمها كم، كيفية حصل هالحالة يعني جاها هذا المرض ومن عادت يعني ونروح للمخالطين ومخالطين المخالطين وصلنا وعندنا فحص عشوائي يعني جبار كبير ويستحد يعني بالفعل سباقين يعني مثل ما قلت معالي الشيخ. يعني يمكن في البداية معالي الشيخ قلنا ان احنا يعني البحرين كانت عين على الداخل وعين الخارج، انا بضيف عليها قلب في الداخل ايضا وقلب في الخارج حقي. طبعا في سياق ما ذكرته معالي الشيخ بالنسبه لاطبائنا المتواجدين في الخارج وفي ظل هذه الظروف الاستثنائيه اللي تمر فيها او نمر فيها، سفاره مملكه البحرين في بريطانيا وضعت سلامه المواطنين على راس اولوياتهم. فريق الاعداد تواصل مع احد الاطباء المبتعثين من مستشفى الملك حمد الجامعي. خلونا نسمع تعليق على هذا الجانب بالتحديد. السلام عليكم، مرحبا، كل عام وانتم بخير ومبارك عليكم الشهر، وان شاء الله يكون الشهر الكريم كله مغفرة، وإن شاء الله الله يفك الغمة من العالم كله. أنا دكتور مبتعث من مستشفى الملك حمد الجامعي عشان للاختصاص في المملكة المتحدة. الحمد لله الحين الوضع مستقر، عدد الحالات صار أقل، والمستشفى الحمد لله يعني فيها كل الأدوات اللي نحتاجها عشان حمايتنا. بس في أول الأزمة كان المشكلة أكبر، وكان الأسواق ما فيها شيء والأرفف فاضية في كل السوبر ماركت، حتى الأشياء الأساسية ما كنا حصلينها. فهذا يعني خلانا شوي خايفين، بس الأهل كانوا دائما يتواصلون معنا، والوالدة بعد أكيد خايفة علينا.
فالأهل خبروني على أن في توجيهات من جلالة الملك بأن متابعة المبتعثين وكل البحرينيين اللي في الخارج. فتواصلت مع السفارة عن طريق الأرقام اللي حصلتها على تويتر، وفي خلال ساعة من أن أنا رسلت لهم رسالة على الواتساب ردوا علي، كانوا قمة في الاحترام وقمة في الحرفية الحمد لله. سألوني عن كل شيء، سألوني شنو محتاج، وفي خلال يومين 3 أيام كان الحمد لله مرسل لي طرد في كل المستلزمات اللي أنا ما كنت محصلها في السوبر ماركت. وفي من بعد هاي الشيء كل شوي أحصل رسالة أو مكالمة تليفونية من السفارة للاطمئنان علي، وهذا حسسني أن لي أهل في بريطانيا. والحمد لله يعني الأمور الحين صارت أحسن، وما زالوا يتواصلون معي كل يوم ويتأكدون أن أنا أوكي، وإذا أي محتاج أي شيء يقولوا ما قصروا والله. يعني الله يعينهم على كل الشغل اللي يسوونه، والحمد لله يعني everything is الحمد لله الحين كل شيء أوكي. تابعنا يعني ردود فعل الدكتور شهاب المبتعث من قبل جامعة أو مستشفى الملك حمد الجامعي بوجوده في الصفوف الأمامية في بريطانيا، كما ذكر معالي الشيخ في بداية حديثه عن المتواجدين 20 دكتور متواجدين. تعليقك معالي الشفير عن ما ذكر الدكتور شهاب. والله يعني احنا فخورين بكل ما يقومون فيه من عمل خلال هالفترة، وهي خبرة يعني كبيرة بالنسبة لي دكاترنا. وأضيف عليه بعد نقطة، يعني مو بس يقومون بالواجب في المستشفى، يقومون أيضا بالواجب تجاه البحرينيين الآخرين. فعندما يسمعون عن حالة لبحريني في لندن أو إحدى المدن في بريطانيا، يبادرون بالاتصال والتأكد ومتابعة الحالة لما نتأكد معاهم أن الحالة والحمد لله صارت سليمة. والله كفو عليهم الشيخ. بعد مجهود آخر يعني يمكن عندنا حالة موظف محلي في السفارة من يومين يعني حالته ساءت شوي ودخل المستشفى ودخل الاي سي يو، ويعني والدكاتره البحرين هم اللي قاموا تولون الاشراف عليه يعني يمكن بطريقه غير مباشر، ولكن كانوا هم اللي يطمنونه، هم اللي يعني يشرفون على الحاله ويتاكدون من الاجراءات تكون كلها سليمه. نقول نتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله، ونتمنى حق اطبائنا المتواجدين يعني المزيد من التفوق والنجاح اللي يعكسون من خلال صوره البحرين والنموذج البحريني المشرف في الخارج. بس الحلو بعد يا فواز ان هذا التكاتف مو بس يصير هنا، حتى يصير برا. يعني لما البحريني يشوف اخوه البحريني مريض او حتى يعاني من اي شيء، يشوف يقطع مسافات. احنا قاعد نتكلم عن بريطانيا ونتكلم عن دول مقاربه لبريطانيا، فشلون البحريني يتواصل مع اخوه البحريني في هذا الوقت؟ واعتقد هذه بعد من المنح. لو نرجع الشيخ، وجود اي فرد فينا برا على بلاده هو سفير، سفير سواء يعني سفير بطريقه غير رسميه، بس اكيد في خصائص معينه ونصائح معينه تبي تعطيها الشباب، خصوصا احنا مقبلين ان شاء الله راح تزول هذه الغمه وراح يرجعون عيالنا يدرسون هناك، وعندنا حمل خلص الفصل واكيد في ناس راح يبتعثون ويروحون برا. اهم الامور اللي تبي الطلبه وحتى السياح البحرينيين اذا راحوا اي دوله ثانيه يتمتعون بها. يمكن هذه جرنا الى الكلام اللي كنا نتكلم فيه عن المحاضرة بكرة في معهد التنمية السياسية بالنسبة للطلبة في الخارج، وكيفية هذا الطلبة هم يمكن كونهم في الخارج وممكن يعكسون التجربة مملكة البحرين، خصوصا المشروع الإصلاحي لجلالة الملك له يعني بصمات واضحة لمختلف النجاحات اللي اكتسبتها مملكة البحرين خلال الأعوام الماضية. ففي قصة نجاح، في هناك يعني عمل دؤوب ومستمر، والبحريني إن كان يعني في الجامعة أو في العمل ممكن يعكس صورة مملكة البحرين بكل ما تم تحقيقه في مختلف الميادين. فعندنا الاقتصادي وعندنا الطبيب وعندنا الطالب، ويمكن الطالب يعني يكون أكثر لأنه في مرحلة دراسة وفي إعداد دراسات، وفي هناك نقاش على مختلف يعني الخبرات اللي في الصف. يعني يمكن المحاضرة بكرة كيفية نقدر نوصل
للطلبة وللجامعات وللأساتذة تجربة مملكة البحرين اللي هي رائدة في المنطقة وكيفية نقدر نعمم هذه التجربة. يعني نتابع معالي الشيخ أن تواصلكم الدائم مع الطلبة من خلال الإعلام وأن أنتم حريصين كل الحرص أن أنتم تتواصلون معهم في بريطانيا، لو تكلمنا عن أهم الأمور اللي تداولونها خلال هذه اللقاءات، وأيضا هل هذين الطلبة كان لهم دور في هذه المحنة أو التحدي؟ هل ساعدوا؟ هل قالوا أنهم يبون يتطوعون في شيء من الأشياء؟ والله عندنا يعني مجموعة كبيرة يعني من الطلبة اللي في لندن يعني أبدوا استعداداتهم للتطوع والمساعدة، وفي فعلا من يعني قام بنفسه وبادر إن كان في التوصيل بعض الطلبات، إن كان في المساعدة، في حتى إيجاد، يعني كنا نبي نطمئن على بعض الطلبة، يمكن ما كان عندنا الاتصال المباشر، فبعض الطلبة مو بمسجلين في السفارة، فعندنا 1500 طالب في لندن مو بكلهم مسجلين عندنا، ففي البعض اللي يروح على حسابه ما يسجل عادة، فمن هذا المنبر نتمنى أن جميع الطلبة اللي يكونون في بريطانيا أو في الخارج يسجلون لدى سفارات مملكة البحرين، أساس عندما تحصل مثل هذه الأمور عندنا عنوان لهم، عندنا قاعدة بيانات نقدر نتصل فيهم ونتأكد من سلامتهم. فكان بعض الطلبة بعد يبادر في التأكد من سلامة الآخرين، من يعني إذا يحتاجون أي شيء ونطمن عليهم، فمن خلالهم كنا بعد يعني يشتغلوا معنا في هذا المجال. جميل جدا. يعني اللي تقوم في سفارة البحرين في الخارج، سواء سفارة البحرين في بريطانيا وغيرها من الدول، هي ما تقوم في حكومة البحرين لمواطنيها من دعم ومساندة وتشجيع في كل الجوانب. طبعا هي البحرين أرض المحبة اللي تتسع الجميع، فمو غريب أن الجاليات المقيمة على هالأرض الطيبة تحس بالأمان. خلينا نتابع معاكم مشاهدينا تصريح السفير البريطاني لدى المملكة السيد رودي دراموند، وراجعين بالتأكيد لاستكمال حديثنا مع ضيفنا معالي السفير الشيخ فواز بن محمد. Well, we've had a lot of dialogue with British nationals over the last couple of months as the crisis has developed, and we've been very keen to understand, you know, if they had any concerns and what those were. And people have been very calm. People have been very cooperative. People have understood the reasons for the public health messages coming from the task force and the Bahraini government. They're very grateful for the flexibility in terms of extending visas and permits. That's been very helpful. Moving a lot of those services online has been very helpful. So I would say that the British community are in good shape. I also know people who are making a really good contribution in the health service here and in other parts of the economy and society, and are keeping calm and settled in through the crisis. جميل جدا عندما تأتي الإشادات من الخارج. عودة لمعالي الشيخ فواز بن سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة. معالي السفير، لو بنتكلم عن هذه الإشادات، وبالتأكيد لما تأتي الشهادة من المملكة المتحدة فبالتأكيد هناك علاقة متجذرة منذ مئات السنين ما بين البحرين والمملكة المتحدة، دور السفارة أيضا في تعزيز مثل هذه العلاقات؟ والله الحمد لله، يمكن العلاقة مع بريطانيا يعني في هذا الوقت تأتي في أفضل حالاته. العلاقة طبعا متجذرة، صار لها مئات السنين، احتفلنا من قبل كم من سنة بمرور 200 عام على الصداقة بين المملكة المتحدة ومملكة البحرين، وهذه وثقناها في كتاب تم توثيق هذه العلاقة كيف هي ابتدت وكيف تعززت، والحمد لله يعني شفنا العلاقة يعني تكون يعني في أجمل حالاته في جميع المجالات وليس في يعني مجال واحد. عندنا علاقة متميزة في المجال السياسي، الاقتصادي، الأمني، العسكري، فشفنا أنه في هناك كثير من المجالات، ويمكن عبارة عكس الوزير البريطاني عندما اتصل فيني فقال في أوقات المحن يبين الصديق. بالفعل
هذه وقت يعني إثبات الصداقة ودورها وتعزيز العلاقات. والحمد لله البحرين ما تخلت عن أي أحد يعني كان معانا سفيرنا في الأردن وذكر لنا بعد قصة جدا جميلة عن إجلاء أحد الطلبة من وهان منبع الفيروس وقال إن لولا العلاقات الدبلوماسية العميقة اللي تربط البحرين بالدول ما كنا نقدر نسوي ذي كلها. فهذا يبين معدن البحريني ويبين معدن وجهود سفاراتنا في الخارج. بالفعل سفارة مملكة البحرين في بريطانيا مو مقتصرة أبدا ومو مقصرة بعد، حتى مع المبتعثين وجهودهم واضحة في كل ما يبذلونه من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وضمان عودتهم لأهلهم بكل سلامة. فريق الإعداد تواصلوا مع أحد المبتعثات في بريطانيا اللي توها رجعت البحرين وتحمد لها بالتأكيد بالسلامة. خلونا نسمع إيش قالت المبتعثة رانيا باقر. وصلت من بريطانيا إلى البحرين من 5 أيام تقريبا وحاليا في الحجر المنزلي لحد انتهاء 14 يوم ضمانا لسلامتي وسلامة أهلي وبقية أفراد المجتمع. أنا بالنسبة لي الخوف كان لأن كنت أشوف الفرق بين التعامل البحريني مع الجائحة وتعامل البريطاني. يعني في البحرين كانت الإجراءات مشددة، كانت في إجراءات احترازية يتم تغييرها تقريبا بشكل أسبوعي أو يعني مراجعتها بشكل أسبوعي. في بريطانيا ظلينا لنهاية مارس، نهاية شهر مارس المدارس كانت شغالة، الناس كانت تداوم وأيضا كانت المحلات مفتوحة. طبعا هاي القلق وهاي التوتر أيضا ترافق مع نقص بعض الاحتياجات الخاصة بالتعقيم وبالتنظيف في بريطانيا. لكن صراحة هني أنا أشكر سفارة مملكة البحرين في بريطانيا، كل الموجودين في السفارة، بداية بسعادة السفير وبقية الموجودين في السفارة سألونا لو كنا محتاجين إحنا كمبتعثين أي نوع من أنواع الإمدادات الطبية أو الغذائية أو أي شيء، وكان في تواصل شبه يومي للتأكد من أن إحنا مو محتاجين أي شيء وفي حال طلبنا للمساعدة هم موجودين. وحتى مع استمرار بقائي في بريطانيا كان في هذا النوع من التواصل المستمر. لما قررت أنا أن أرجع البحرين طبعا كمبتعث في مجموعة شغلات لازم أنا أحطها في بالي، جهة الابتعاث، الجامعة اللي أنا مبتعث فيها، الإجراءات الخاصة بالتأشيرة البريطانية وغيرها، وكانت هذه التفاصيل نوعا ما مؤرقة للطالب المبتعث. السفارة هني الأستاذ حمد نفس الشيء، تواصل مع الجهات المعنية، وفروا لي كل الدعم النفسي والدعم الفعلي لإنهاء الإجراءات اللي كنت أحتاجها في بريطانيا قبل لا أوصل البحرين، وصولا حتى إلى توفير المواصلات من منطقة سكني إلى مطار هيثرو في لندن اللي هو تقريبا 5 ساعات بالسيارة، بما أن الرحلات كانت من مطار هيثرو فقط وليس من المطار القريب من منطقة سكني. يعني يمكن المغتربين أو المبتعثين بشكل عام أكثر ناس قادرين يوصلون لكم فكرة الطمأنينة اللي يحسون فيها لما يسمعون صوت بحريني يقول لهم إن إذا محتاجين أي شيء، إذا قاصركم أي شيء، إحنا موجودين، إحنا في الخدمة وهذه واجبنا. شعور الراحة والاهتمام اللي الواحد يحصله من بلده. دكتورة رانيا والحمد لله على السلامة، وفعلا اختتمت كلامها بكلام جدا جميل، قالت فيه يعني أن البحريني يسعد يسمع صوت بحريني مثله، خصوصا في الغربة، الغربة صعبة والمرض فيها صعب وكل شيء فيها صعب. يعني معاليك سفير قير مقيم لعدد من الدول، منها إسبانيا، منها النرويج، منها هولندا، شلون تواصلتوا مع رعايانا في هذه الدول؟ طبعا في هذا الوقت أغلب الاتصالات تكون عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، فإن كان بالإيميل أو كان بالهاتف أو كان يعني من خلال يعني تويتر أو بعض وسائل الاتصال الاجتماعي للسفارة، فقمنا بمتابعة من خلال المسجات اللي نطلعها في السفارة. ففي يمكن تقريبا أكثر من 4000 مسج أرسلناه من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي للمجتمع، كل الأكاونتس اللي عندنا في كل بلد. ففي بريطانيا يعني يمكن بالعربي والإنجليزي، ونفس الشيء في إسبانيا بالعربي وبالإسباني وما شابه. فوصلنا المسج للجميع أن إذا في حاضر الأرقام السفارة في حالة أي احتياجكم لأي شيء
على الأقل أبتدوا بادروا بالتسجيل، فعلى الأقل عندنا عنوانكم وعندنا أرقام هواتفكم للضرورة، ومن ثم يعني نتأكد من سلامتهم، نتأكد وإذا يحتاجون أي شيء بعد يعني الله يوفقنا وقدرنا نوفر لهم. للاطمئنان عليهم الشيخ يعني. نعم. جهودكم كبيرة يعني، جهود سفارة مملكة البحرين في المملكة المتحدة جهود جبارة، والكل قاعد يلمس جهودكم مع الشيخ من خلال ما نشوفه من أخبار في وسائل التواصل الاجتماعي، في قنوات الأخبار التلفزيونية تلفزيون البحرين وغيرها من الدول، وحتى أيضا في الصحف المحلية متابعين لجهود سفارة البحرين في المملكة المتحدة، وأنت على رأسها معالي السفير، نشوف جهودكم جبارة في هذا المجال، فيعطيكم الصحة والعافية على هذه الجهود المميزة. لو معالي السفير أنا يعني بطمع في كلمة أخيرة في ختام هذا اللقاء الشيق والهام في نفس الوقت. والله يعني إحنا ما قمنا فيه إلا الواجب، وما قمنا فيه إلا هي ترجمة لتوجيهات سيدي صاحب الجلالة وحكومة الرئيس الرشيدة برئاسة سيدي صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان، وبتوجيهات صاحب السمو ولي العهد، كلها تصب في أن إحنا نوفر كل ما يحتاج البر البحريني في مختلف أوجه العالم، إن كان في بريطانيا أو في غيرها، فكلنا يعني قدرنا نخدمهم باللي نقدر عليه في أي بلد، ولا كان في هناك يعني، بالعكس شفنا التعاون من الجميع، السفارات، جميع العاملين، الأخوان في وزارة الخارجية على رأسهم سعادة وزير الخارجية، اللي بعد وجهنا ليل نهار بأن نوفر ما هو يعني موجود وغير موجود لخدمة يعني هالبحرين. يعني جهود جبارة، وألف ألف شكر لك معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين في المملكة المتحدة، شكرا جزيلا لك شرفتنا. الله يسلمك، مشكورين. مشاهدي الكرام، فاصل وبالتأكيد لنا عودة معكم إن شاء الله. حياكم الله من جديد، وراح نتحدث أكثر عن جهود سفارة مملكة البحرين في بريطانيا. يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف المستشار حمد وحيد سيار، نائب سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة. مساك الله بالخير سعادة نائب سفير، وكل عام وانتم بخير ومبارك عليك الشهر. مساكم الله بالخير أخي فواز وأختي الدكتورة لوبا، مبارك عليكم الشهر ومشكورين على الاستضافة. يا مرحبا فيك. لو بنتكلم معاك بلغة الأرقام عن عدد المواطنين اللي تم إجلائهم والتسهيلات اللي قدمتها السفارة. الله يسلمك أخوي فواز، في بعض النقاط طبعا ذكرها معالي السفير بس بتوسع فيها يمكن شوي. يعني السفارة طبعا بفضل توجيهات معالي السفير ومتابعة من سعادة وزير الخارجية عملت بكامل طاقمها وعلى مدار الساعة بروح الفريق الواحد كجزء من فريق البحرين في الخارج. وطبعا احنا بدأنا بخطوة استباقية بإعداد قاعدة بيانات، يمكن اللي ذكرها لكم معالي السفير هي هذه قاعدة البيانات موجودة، ولكن طبعا بسبب الظروف اللي حصلت حبينا نجددها. فطبعا هذه لحصر جميع المواطنين في البحرين وفي المملكة، في البحرينيين في المملكة المتحدة وفي جميع الدول اللي تغطيها السفارة. هذه قاعدة البيانات تمت عن طريق اطلاق رابط الكتروني تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي عشان يسجلون البحرينيين بياناتهم ويسهل علينا عملية الوصول لهم. وتم بالفعل في غضون أيام سجل معنا أكثر من 1400 بحريني، وازداد العدد طبعا مع مرور الأيام، ونشجعهم دائما على استمرار التسجيل. الخطوة الثانية بعدين كانت الله يسلمك إن هي التواصل مع المواطنين. السفارة بادرت بالاتصال بالمواطنين ولا تزال طبعا تبادر، وهذه بعدين قسمتهم إلى فئات اللي هي الطلبة من المرضى والعاملين أو السياح. وتم خلال هذه الاتصالات إجراء 5,000 اتصال و 7,000 رسالة نصية أو بريد إلكتروني حتى تاريخها. هذه الاتصالات طبعا ما كانت فقط للمواطنين البحرينيين، ولكن حتى لمواطنين دول مجلس التعاون والبريطانيين والدول اللي نغطيها. من خلال هذه الاتصالات كنا نحاول نساعد المواطنين كثر ما نقدر في التواصل طبعا مع شركات الطيران او مع الجامعات او الكليات اللي هم يدرسون فيها. فالسفارة من البدايه
خاطبت أكثر من 100 جامعة عبر رسائل مباشرة لهم للنظر في إمكانية تطبيق الدراسة عن بعد. هذا الكلام قبل ما أن الجامعات هي بعدين قامت بهذه التطبيق الدراسة عن بعد بالفعل. هذا الإجراء طبعا ساعد وايد من طلباتنا أنهم يرجعون إلى البحرين ويكملون دراستهم بدون ما تأثر دراستهم الأكاديمية أو عملهم حتى. في بعض الحالات طبعا السفارة أصدرت تذاكر سفر وتم هذا بالتعاون مع وزارة الخارجية لعدد 35 شخص ممن نحتاج لمثل هذه الخدمة. في حالات أخرى تم طبعا تسهيل نقل المواطنين إلى المطار، خاصة اللي في المدن البعيدة مثل ما تعرف أنه صار في بريطانيا بعد ما صار الإغلاق لعدد من المحطات وتغيير القطارات، فكان يعني نوع من المساعدة لعدد من الطلبة وعدد من المواطنين البحرينيين اللي هناك. أرسلنا لهم سيارات مدفوعة مقبل السفارة عشان توصلهم مباشرة من بيتهم إلى المطار عشان نحد من اختلاطهم ب أي أحد في المواصلات العامة أو أي أشخاص. صحيح. جهودكم مقدرة سعادة نائب السفير، سواء في سفارة البحرين في المملكة المتحدة وأيضا في وزارة الخارجية وكل سفارات البحرين في مختلف دول العالم. سعادة المستشار حمد وحيد سيار نائب سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، كل الشكر وتقدير لك. بالتأكيد مشاهدي الكرام، الجميع يدعم الإجراءات الاحترازية والوقائية اللي تتم وفق متابعة واهتمام شخصي من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء ومساندة سمو ولي العهد. صحيح فواز، اليوم نشوف توفير كافة الخدمات والأدوات اللي يحتاجها الوطن للتصدي لهذا الفيروس، بالإضافة لتوافر الوعي لدى المواطنين، وهالوعي والحرص على اتباع الإجراءات الصحية والوقائية من هالفيروس هي نتيجة الإحساس العالي بالمسؤولية لدى كل فرد من أفراد المجتمع، وهالشيء مهم ويخلينا نثق أكثر وأكثر ونتفائل بقدرتنا على تجاوز هذه المرحلة بنجاح إن شاء الله. بإذن الله يا لولو، بإذن الله رح نجتاز هذه المرحلة وبتكون قصة نجاح نرويها في المستقبل. البحرين دائما كانت ولا زالت نموذج للفخر والاعتزاز في تجاوز واجتياز كل الصعوبات بإذن الله. عسى الله يحفظ البحرين وأهلها من كل شر يا رب. وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم، نلقيكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم مجتمع واعي. في أمان الله. في حفظ الله ورعايته.